أعرفكم بنفسي، أنا الدكتورة إيمان محمود ناصف، استشاري طب الأطفال بمستشفى مدينة مصر التأمين الصحي. أحب إن أنا أجاوب بعض الأسئلة اللي بتداولها السوشيال ميديا والأهالي بيتصلوا بالأطباء المختصين وبيسألوها. هذه الأسئلة دائما بتكون بتدور حوالين إيه الوسائل البريفنشن أو منع الإصابة بمرض الكورونا المنتشر حاليا في العالم. السؤال الأول هو عن التغذية. بعض الناس بتسأل هل الثوم، أكل الثوم بكثرة، هل ده يقي من الكورونا؟ حقيقي هو الثوم يعني معروف عنه أنه عنده أنتي مايكروبيال، بمعنى أنه ضد بعض الميكروبات وبيقوي المناعة فعلا، ولكن ليس مثبت علميا خالص أنه هو بيقي من الكورونا فيروس سبيسيفيكلي. في أسئلة تانية برضو بالنسبة للفيتامين سي والزنك. ناس كتير قوي دلوقتي بتطلب أدوية فيتامين سي وزنك من الصيدليات، وحصل نقص في هذه الأدوية فعلا في الصيدليات، لأن انتشر إن المعلومة إن الفيتامين سي هاي دوز منه والزنك قد يقي من فيروس كورونا. حقيقة الأمر هذه الفيتامينز وهذه التريس ألمنتس اللي هو الزنك أو فيتامين سي كفيتامين له فوائد صحية عامة، ولكن برضو غير مثبت ان لهم اي علاقه بالوقايه من فيتامين سي. علينا ان الاهتمام بالتغذيه عموما، التغذيه الصحيه انكلودنج كل اكل، كل انواع الاكل وبالذات الحاجات اللي هي الورقيه والخضروات والفاكهه، مع الاكل الطبيعي الهيلثي في هذه الفتره، مع اعطاء الجسم قدر كاف من الراحه وممارسه الرياضه، ده بيكون كافي ان شاء الله للوقايه، للمساعده للوقايه من فيروس الكورونا. من الاسئله الشائعه برضو في الوقت الحالي تطعيم الدرن، هل تطعيم الدرن، وجالي الاسئله دي كتير الحقيقه من المرضى عندي في العياده، هل تطعيم الدرن بيقي من الكورونا؟ الحقيقه هو في كلينيكال ترايل في استراليا معموله على، ابتدوا يعملوها على 4000 من الناس اللي بتشتغل في المحيط الطبي، علشان يشوفوا هل في علاقة ما بين تطعيم الدرن وان هو بيقوي المناعة ضد كورونا ولا لا. الاستادي دي لسه تحت الترايل وغير مثبتة بالمرة، نأمل ان يكون في تطعيم قريب سبيسيفيك للكورونا فيروس. واشكركم على حسن استماعكم.